خليني ابدا بيك بقى يا ابو حميد، على وانت كل سنه طيب طبعا. انت طيب. كم سنه؟ مالك ما ترفع لنا حواجبك ليه يا عم؟ كم سنه؟ حضرتك 32. 32؟ لسه بدري. لسه ما شافش حاجه ده يا عم كريم. لسه بدري. ربنا معاك. ربنا معاك. اولا خليني ابدا معاك، يعني طبعا زي ما قلت لحضراتكم احنا السوبر اهلي، هاشتاج السوبر اهلي، هو ابعتوا لنا كل اللي حضراتكم عايزين تبعتوا عليه علشان ناخد الاسئله بتاعت حضراتكم ونسال فيها ضيوفنا في هذه الحلقه. خلينا اعرف رايكم كل واحد فيكم بقى في المباراه بشكل عام. بالتاكيد بطوله مهمه جدا، بدايه موسم، بتبدا الموسم ببطوله، يعني بالتاكيد احنا الضغط النفسي علينا اكتر، احنا اللي فقدنا الدوري السنه اللي فاتت وخسرنا الكاس، فمحتاجين ان احنا نعوض الخساره دي ببطوله. ان شاء الله تكون بدايه كويسه، مع برضه لسه في تغيير مدرب، ومارسيل كولر محتاج برضه ياخد بطوله عشان ياخد الثقه والجماهير كمان تثق فيه اكتر، وهو كمان يثق، يعني الموضوع كمان يمشي. فلكن احنا ان شاء الله، يعني احنا تاريخ البطولات، السجل البطولات في السوبر احنا الافضل، احنا اللي عندنا خبره اكتر، دايما بنراهن في الماتشات ديت على شخصيه لعيبه النادي الاهلي وشخصيه اللعيبه، وكمان وجود النهارده الكابتن محمود الخطيب والاداره، مجلس الاداره تقريبا بالكامل موجود في البعثه، الناس كلها بتدعم، ووجود طبعا جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. يعني النادي الاهلي طبعا صاحب 11 بطوله كابتن اسلام في السوبر المصري مقابل 4 لنادي الزمالك، يمكن التاريخ المواجهات ما بينه وما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في السوبر، النادي الاهلي بيتفوق، دي حاجه بتدعونا شويه ان شاء الله ان احنا عندنا خبره اكتر، او عندنا يعني نوع من الحافز المعنوي شويه. طبعا تاريخيا ورقميا كل المباريات دي، ما يعني دايما بنقول ان مباريات القمه ما بتعترفش بالارقام، ما بتعترفش باي حاجه غير حاله اللاعب يوم المباراه، حاله المدرب ممكن يكون موفق في تغييره، حاله اللاعب موفق مثلا طول الماتش ولا لا. لكن انت في السبع مواجهات اللي قابلت فيهم الزمالك في السوبر، كسبت من السبع ماتشات 5 بطولات، والزمالك كسب مرتين قدام النادي الاهلي في السوبر، بس المرتين بركلات الترجيح، يعني نادي الزمالك ما قدرش يكسب نادي الزمالك في السوبر في المباراه. نادي الزمالك ما قدرش يكسب النادي الاهلي في السوبر. نادي الزمالك ما قدرش يكسب النادي الاهلي في السوبر في المباراه، من خلال المباراه، لكن كسب بركلات الترجيح.